بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نكمل الجزء بتاع الليكتشر 19. بيقول انا عندي بادئ من اس كيو كانت الاس بتساوي صفر، الاس دي بتساوي صفر يعني البلوك ده كان تحت هنا كده الاول، هنا كانت الاس بتساوي صفر والفي بتاعته بتساوي صفر لانه اقل من الريست. فبيقول لي البول ايه ديت كانت مديني الالفا بتاعتها اهو، ادي الالفا كونستانت فسميها الفا ايه، هو بيقول لي الايه عشان هو كاتب بس سي ديت انها كونستانت يعني دي الالفا بتاع الايه، هو كاتب لي سي ان هي بيقول لي انها ثابته عشان ما دخلش مع دي خالص. فبيقول لي البول ايه هي كونستانت انجل اكسلريشن، او جاي كاتب لي 6 يبقى الاي سي يقصد بيها انها كونستانت اكسلريشن بتاعت مين بتاع الايه، قيمتها 6 راد على السكند تربيع. عايزين نجيب سرعه البلوك بي لما يطلع مسافه 6 متر، فانا عشان اجيب السرعه بتاعته دي حركه خطيه، فبفكر على طول الفي تربيع مع المسافه في دوت تربيع زائد 2 اي تي بتاعتها في الاس. طيب طبعا الاي تي معروفه ان هي الاي الاكسلريشن يعني التانجنشن او اللي هو الاكسلريشن بتاع البوينت بي. طب انت عايز تجيب الاكسلريشن بتاع النقطه بي او الجسم بي، فبقوم هشوف هو مرتبط مع مين، بدلاله مين، مرتبط بالحبل، والحبل ده بيلف اللي حوالين الايه الهب ده البولي هاز انر هب، ده هنا في هب اهو كده شف يعني كده، هو بيلف حوالين الحبل والذي هو which is fixed to C مثبت مع C. كلمة مثبت مع C إن الأوميجا C هو نفسه الأوميجا دي والألفا C هو نفسه الألفا دي لأن هما محورهم إيه واحد كده. طيب أنت عايز الأكسلريشن بتاع ده، فبقوم أنا مضطر الأكسلريشن بتاع البي هاخد نقطة على الهب ده لأن هو مرتبط معاه أهو كده يعني، هذه النقطة اهي وسميتها بي مش باينة اهو، خدت النقطة ديت اهي وسميتها بي على الهب بتاع مين الدي، فبقول له أنا عايز التانجنشن اكسلريشن بتاعها اللي هي نفسها بتاع البي، يعني أنت بتقول الإي تي بتاع البي اللي أنت بتدور عليها هي نفسها الإي تي للنقطة بي، النقطة ديت بي لها اتنين اكسلريشن، واحد نورمال واحد تانجنشن، انا عايز التانجنشن، التانجنشن هو عبارة عن الالفا دي في نص القطر بتاع النقطة اللي هي ار دي، يبقى اذا انا عايز اجيب الالفا دي، ولكن انا عارف ان الالفا دي اهي هي نفسها مين؟ الفا سي. طيب يبقى انا لو عرفت السي، طب السي اجيبها منين؟ اقوم ارجع تاني اقول له اخد نقطتين، نقطة هنا ونقطة هنا، النقطة دي لو انا سميتها ايه؟ والنقطة دي سميتها F، النقطتين دول على نفس السير بيبقى لهم نفس السرعة ولهم نفس الاكسلريشن. الاكسلريشن هو عموما كده؟ لا مش عموما، يعني مش التانجيشن والنورمال، لا ده انت هتلاقي النقطة F الاكسلريشن عموما اللي هو الاي ان تربيع زائد الاي تي تربيع اكبر لانها هتلف سريع عن الاي، لكن لهم متساويين في مين؟ التانجيشن اكسلريشن لانهم في نفس الايه السي، يعني انت عايز تقول كده ان الفي اف الخطيه هي نفسها الفي اي اند كمان الاي تي اف بس تساوي الاي تي اي، ولاحظ ان تيجي تقول الاي ان اف طبعا لا تساوي الاي ان اي، انا مش عايز المعلومه دي ولا محتاج المعلومه دي بس انا عارفهم اهو، انا عايز هي دي اللي انا هشتغل بيها، هي دي هبتدي من هنا اهو واقول له الاثنين نفس على نفس السي، فبقول له ده الاي تي اف هي نفسها الاي تي اي، تعال نفك الكون بقى، الاي تي اف اللي هي عباره عن الالفا الاف منتمي لمين؟ للاي اهو في الار اي، والاي منتميه للسي او مكتب الفا سي في الار سي، انا عايز الفا سي او مطلع الفا سي، الفا سي هتبقى عباره عن ار اي على ار سي في الالفا اي، فالار اي من دهول هو 50 بدون تحويل لان التاني زيه هعوض عنه بدون تحويل،
ال ار ال ار اي ال ار سي ب150، نكتبه 150، يبقى 50 على 150 في الألفا A اللي هي بست، في ستة، 50 على 150 في 6 2 غاد على السكند تربيع. واحنا قايلين ان الألفا C هي نفسها الألفا D، اذا بقول له ده الألفا C يا عم هو الألفا D، يبقى 2 غاد على السكند تربيع لان محورهم واحد. طيب ارجع اقول له نو، اذا انا عايز بقى الاي الاي تي بتاع البي، الاي تي بتاع البي، ايوه الاي تي بتاع البي، اقول له يبقى الاي تي بتاع البي هي عباره عن الاي تي تاني بكتبه اهو، بتساوي الالفا دي في الار دي، يعني 2 في الار دي ب 75 مللي، اهو نص القطر بتاع الدي، اضرب ده ب 75 من 1000، فطلع لي 15 من 100 متر على الثانية تربيع. بقى معايا دلوقتي مين؟ الاكسلريشن اهو. اذا انا عايز اجيب السرعة لما يطلع مسافة 6 متر، يبقى اذا الفلوسيتي في بي اي تربيع، السرعة ابتدائية اللي بادئ من الريست، واضرب 2 في الاكسلريشن، المسافة طلع 6، اضرب ديت في 2 في 6، وبعدين ابقى اجيب الجذر، طلعت السرعة 1.34، نكتب كده اهو، يبقى الفي بي جذر 2 في 15 من 100 في 6 طلعت 1.34، 1 متر لكل ثانية. نشوف اللي بعدها، اللي بعدها ناخدها فوق، ناخدها فوق، هنا ما بيقول لي ايه، بيقول لي the elevation of reverse for three speed automotive transmission. احنا عارفين اللي هو ناقل للحركة، بالنقل للحركة دوت ان انت ممكن تزود نقول عليها الفورس او الباور، او تزود السرعة. فاحنا عارفين ان القدرة في السيارات، القدرة هي عبارة عن قوة في سرعة، فأنت تقدر تزود قوة السحب فتلاقي السرعة قلت، أو أزود السرعة يبقى قوة السحب قلت. المواضيع دي هتشوفوها في الماشين تو الجيرز دي وهي متشبكة مع بعض. طيب هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي الأوبريشن أوف ذا أوف ريفيرس فور 3، أنا عندي ثلاثة هم أدا 1 2 3، التلاتة هم مرتبطين ببعض، أو نقول عليهم ناقلين للإيه، للحركة دي. طيب فبيقول لي لو الكرانك شافت العمود الجي هو ده اللي جاي منه متصل بالموتور، فيبتدي يدور للشافت اللي هو السي بي، وبعدين السي الاي دي، وبعدين الاتش اللي في الآخر. فهو بيقول لي لو كان الجي ده هو مديني الأوميجا بتاعته ايه، 60 غاد على السكند، عايزين نجيب الانجولر سبيد بتاع درايفر شافت اتش، الاتش ده يطلع بكام؟ ده لما يمشي 60، يمشي ازاي؟ طيب هو بيقول لي لاحظ ان كل جي بيدور حوالين فيكسد اكسس، ايوه محور ثابت، وبيقول لي نوت ان ذات الجي الاي والبي والسي والدي والاي والاف كلهم متعشقين مع بعض، ان منش او ان منش يعني في حاله تعشيق، يعني مش حد بيدور غير ما يلامس الثاني، وانصاف الاقطار متسجله في الشكل دي. طيب شوف نجيبها ازاي، هنبتدي يعني ناخد نقاط مشتركه ازاي، يعني لو جينا كده عملنا نوضحها بالقوانين، هاخد نقطه مشتركه هنا، النقطة المشتركة ديت نسميها مثلا بي، فالنقطة بي ديت السرعة الخطية بتاعتها
تنتمي لـ A وهي نفسها الـ B. هقدر أجيب منها الأوميجا بتاع الـ B، لأن هنبتدي أقول له الـ VB، أقدر أكتبها كده أوميجا A في الـ RA، وهي نفسها أوميجا B في الـ RB. أقدر أطلع مين؟ أنا هحل على طول أهو، أقدر أطلع أوميجا B أهو، تعالى أطلع أوميجا B. فالأوميجا بتاع الـ A هو انت مسميها، ما هو الاوميجا بتاع، هبتدي الاول اهو، يعني الاوميجا ايه هو نفسه الاوميجا جي، لان هو ده محوره الشافت ده، ايوه هو ده المحور بتاعه، فلما يلف لفه الجي ايه كلها لازم يلف لفه. يبقى ده كده الاول اهو جبتها من الملحوظه دي، ادي 60 غاد على السكن. يبقى اجيب الاوميجا بي، الاوميجا ايه قلنا اللي هو 60 نص القطر بدون تحويل، الار ايه 90 على الار بي كاتبهولي 30، يبقى اخد 60 في 90 على 30، الاوميجا بتاعتها زادت بقت 180، ان نص القطر بتاعه صغير، وديت غاد على السكند. نرجع نقول له ده الاوميجا بي ده اللي انت جبتها هي نفس الاوميجا سي، ليه؟ لانهم في نفس الايه الشافت، في نفس الشافت، في نفس الشافت، بين قوسين اهوت نقول له the same shaft، نحطها كده اهو، نقول له the same shaft، نفس العمود بتاعهم واحد. وبعدين نرجع ناخد نقطة تانية، ناخد نقطة تانية هنا مثلا اهو هنا، ونسميها نسميها كي. فنيجي نقول له ده ال في كي، الصورة بتاعت الخطية دي برضو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الأوميجا سي في الأر سي تساوي الأوميجا دي في الأر دي. أجيب الأوميجا دي أهو، يبقى الأوميجا دي الأوميجا سي أنت مطلعها الأوميجا سي هي نفسها الأوميجا بي اللي هي 180 نص القطر الأر سي 30 أهو، قسمة الأر دي 50، يبقى أخد 180 في 30 على 50، طلع لي 108 غاد على السكند. انت كده جبت مين الدي؟ ارجع اقول له ده الاوميجا دي دهيت هي نفسها الاوميجا اي، برضك زي سيم الشافت. وبعدين ارجع اخد نقطه ثانيه هنا، هيت النقطه ديت نسميها اي بي سي دي كي، نسميها جي مثلا او كيو، كيو ناخد كيو نقول له ده ال في كيو ايضا also، يبقى بدأنا من هنا بعدين هنا also، نقول له ده ال في كيو اقدر اكتبها ب الاوميجا اي في الار اي، وهي بتساوي الاوميجا اف في الار اف اللي هو الترس ده مسميه اف. طيب اقدر اجيب الاوميجا اف، الأوميجا إي اللي هي نفسها الأوميجا دي 108 في نص القطر الأر إي 70 على الأر إف اللي هو 60، تتضرب في 70 على 60 هتساوي 126 غاد على السكن. طب الأوميجا إف هو نفسه بتاع الشافت، الأوميجا إف هو نفسه بتاع الشافت اللي هو أوميجا إتش، هيطلع لي 126 غاد على السكن. يبقى كده عرفنا المسألة دي. طيب تعال نشوف اللي بعدها، اللي بعدها اللي بعدها نطلعها فوق، نطلعها فوق. أعتقد نفس الفكرة، بيقول لي هنا الموتور دوت بيلف لي الجير ايه، فين الايه؟ الايه بقى اللي هو الجزء ده، تعالى نبينه، الاصفر الصغير ده، ما هو الاصفر اصفر، نخلي اللون ده اهو، اللون ده اللون ده باخدك مش باين، اخضر اتفضل اخضر، ظللناها خالص. المهم هو باين اهو الترس ايه دوت، الترس ايه دوت بيلفف لي البي اهو،
واضح من قبل ما ابص على المساله، بيلف في البي، البي مشبوك مع السي، والسي بيدور لي الدي. طب هنا بيقول لي التيرس اي المطوب اللي فيف لي اي بحيث ان الانجولار فيلوسيتي بتزداد من الصفر الى انكريز يونيفورملي، يبقى اذا في كونستانت انجولار اكسلريشن. بيقول لي السرعه بتزداد بانتظام من الصفر الى 300 لفه بير منت، دي السرعه. بس انا ما بشتغلش بريفوليوشن بير منت، لا ده انا هحول دي الاول اهو الاوميجا ديت النهائيه، بحولها ازاي؟ الريفوليوشن بفكها ب 2 باي مضروبه في ال 3000 وعلى 60، دي بسميها اسمها على 60، يعني اللي هو مدالي دي بسميها ان عدد اللفات اللي هي 3000 ار بي ام، والاوميجا هي بتساوي القانون بتاع 2 باي ان على 60 كده. يبقى نكتبها تاني كده، اه يعني انت ما يديني ان كده اعرف اهو 2 باي ان على 60. طيب نحسب دي الاول، 2 شيفت باي في 3000 على 60 طلعت لي 314 واحد 6 غاد على السكند. بيقول لي بقى مالها بقى، يعني السرعه الابتدائيه بصفر هو اللي قايل، وبعدين السرعه النهائيه دي بعد قد ايه؟ قال لي بعد ما لف 200 لف، يبقى الدلتا سيتا 200 ريفوليوشن برضك افكها ب 2 باي اللفه الواحده، اخد ادمتين في 2 باي طلع لي 400 باي، يعني 1 2 5 6 6 3 واكتب غاد معاك اوميجا واوميجا نود والسيتا، اقدر اجيب الالفا للترس ايه. هو بيقول لي احنا عايزين نجيب الانجولار فيلوسيتي للجير دي، اه الاخير خالص ده عايز تجيب ايه بقى؟ عايز يجيب الانجولار فيلوسيتي، الانجولار فيلوسيتي يعني الاوميجا دي، الاوميجا دي دوت لما يعمل زاويه قد ايه بعد زمن قد ايه؟ بعد التايم يساوي 3 ثانيه بس. ومدي لك بقى انصاف الاقطار، ايه الانصاف الاقطار؟ يعني هو مديني الار ايه 25 مللي، وبعدين الار بي 100 مللي، وبعدين معاك الار سي 40 مللي، وبعدين الار دي 100 مللي. طيب هو عايز يجيب الانجولار فيلوسيتي. طيب التكس ده هو ناقل لهم كلهم، يعني اللي يحصل له هم هيحصلوا زيه لو هو ماشي بكونستانت فيلوسيتي او كونستانت انجولار فيلوسيتي، هم يمشوا بكونستانت انجولار فيلوسيتي يعني بسرعه زاويه ثابته، لكن هو بيمشي بكونستانت انجولار اكسلريشن، يوم هم كمان يمشوا بكونستانت انجولار اكسلريشن زيه بالظبط بيقلدوه، لكن قيمهم اكيد هتختلف. طيب فهو بيسأل هنا عايز اجيب الاوميجا، يبقى انا لازم اجيب الالفا، لازم اجيب الالفا دي، وبعدين ارجع اقول له طبق القانون بقى، انت عايز تجيب اوميجا دي خد الاوميجا دي زيرو زائد الالفا دي في الزمن كده. يبقى انا هتنقل بدل ما اجيب بقى الاوميجا زي المساله اللي فاتت، لا انا هبتدي اجيب الالفا واتنقل من نقطه لنقطه، يبقى انا ابتدي الاول ونقطة. طيب قبل ما ابتدي اخد نقطة وابتدي اتنقل، الاول نجيب للـ A فور الـ A، هات لي الالفا بتاعته. الالفا نقدر نجيبها بقى من اوميجا تربيع بتساوي الاوميجا نود تربيع زائد 2 ادا الالفا A في الدلتا سيتا بتاعتها. فانا عايز اجيب الالفا، طبعا ده مدهولي الاوميجا نربحها 314 واحد ستة تربيع، وده بصفر، وهنا 2 ألفا إيه، والزاوية إيه 1256.63، أقدر أجيب الألفا إيه. يبقى هاخد 314 واحد ستة تربيع قسمة الأنصر مضروبة في 2، طلع لي الألفا إيه، طلع 39
اتنين سبعة غاد على السكن تربيع. نبتدي من هنا بقى، نبتدي ناخد نقطة نقطة، يعني نقطة تشابك كده اهي، بيلمس نقطة التلامس بين الاتنين، واسمي ديت بي، فبقول له ده ال اي تي بتاع النقطة بي تانجنشن. انا ماليش دعوة برضه بالنورمال، ليه بالنورمال؟ لان النورمال فيها اوميجا تربيع، استفاد بينها في ايه؟ هما الاتنين اصلا مش هيساووا بعض، يعني سواء لو انا كتبت كده اي ان للنقطه بي مش هتساوي الاي ان للنقطه بي، لها قيمه يعني ممكن اكتبها بدلاله الاوميجا تربيع اهو اوميجا، بس الاوميجا دي بتاع مين؟ بتاع الايه، واكتب هنا ايه، وهي بتنتمي للجهه الثانيه. لا هم هيساووا بعض، لانها ممكن تنتمي هنا للنقطه دي وتنتمي للنقطه دي، يعني لان انت عايز تقول يعني الاكسلريشن عموما، يعني الاكسلريشن كله اللي هو بينتمي، اللي هو عباره عن جزء نورمال وجزء تانجنشن، هيكونوا متساويين، لان انا كاتب هنا اوميجا تربيع الان، ايوه، والتاني هقدر اقول اوميجا تربيع البي في الار بي، هي بتنتمي لهنا وتنتمي لهنا، صحيح. طيب امال هنا كمان شوية، لا مش هنا، أمال كان في نقطة، أيوة هنا احنا قلنا هنا التانجنشا متساوي، لا ما فيش هنا مشكلة، أمال كانت فين المشكلة؟ فاكر ان انا قلت الاي ان لا يساوي بعض، الاي ان لا يساوي بعض هنا، لا برضو في نقطة، انا قلت التانجنشن يساوي بعضهم، مظبوط، كل ده التانجنشن كل ده يساوي بعض، كان في نقطة، طب اطلع فوق هنا كده في الشرح، يعني لما يكونوا متصلين ببعض هنا، هنا يعني قلت هنا التانجنشن هيساوي بعض، التانجنشن للجهه دي هيساوي التانجنشن للجهه دي، ايوه، ما هم مش هيساووا بعض فعلا، لان الاوميجا بتاع ده غير بتاع ده، الاوميجا ايوه مش هيساووا بعض، يعني كده افتكرنا اهو، نرجع للمساله هنا، هي صحيح ملهاش دعوه بالمساله، بس دخلت بقى معانا في الموضوع، او دخلت في دماغنا، ان التانجنشن بتاع النقطه، التانجنشن هما الاثنين متساويين، مفيش مشكله، النقطه بي بتنتمي للاي وتنتمي للترس بي، فالتانجنشن اللي هنا هو نفسه اللي هنا، لكن الاي ان مش متساويين، يعني انت تيجي تكتب اي ان للنقطه بي، بس تحدد هل هي للاي ولا للبي، يعني اكتب كده يا استاذ، الاي ان بتاع النقطه بي، الاي ان بتاع النقطه بي، بس لازم تحدد الترس مين، الترس ايه، ديت لا تساوي الاي ان بتاع النقطه بي وهي بتنتمي للترس بي، لان الاوميجا اللي هنا غير اللي هنا، والار اللي هنا غير اللي هنا، فعموما ما يكونوا متساويين. طيب بس النقطه بي ديت الاي تي بتاعتها متساويه مع الثاني، صحيح. طيب بس نكمل بقى الحل اهو، هنا بقى احنا وصلنا لمين؟ احنا وصلنا للالفا، فانا كل ده انا عايز اوصل للالفا بتاعه دي في الاخر، الالفا بتاعه دي، فقلنا خدت النقطه بي، فانا كتبت الاي تي للنقطه بي، ممكن اكتبها كده الفا اي في الار اي، واكتب الفا بي في الار بي، فاقدر اجيب الفا بي، الالفا ايه احنا جبناها 39.27، نص القطر بتاعها بتاع الار اي 25، والار بي 100، يبقى الرقم ده انضرب في 25 قسمة 100 طلع 9.817 لغاد على السكن تربيع. وبعدين اقول له طيب الاوميجا بي، الالفا بي هو نفسه الالفا سي، لانه محورهم واحد، الالفا بي هو نفسه الالفا سي، ذا سيم الشافت،
نفس الشافت. وبعدين ارجع اخد نقطه تانيه ما بين الالفا ما بين السي والدي اهي، وبقول له دي سميها كيو، سميها كيو اهو. ارجع اقول له بقى ده الاي تي بتاع الكيو، الاي تي بتاع الكيو هي نفسها الفا سي في الار سي، وهي نفسها الالفا دي في الار دي اهو. كده اقدر اجيب الالفا دي، الالفا دي يبقى الالفا دي، الفا دي هتساوي الالفا سي اللي هي نفسها الالفا بي اللي هو 9817 في نص القطر بتاع السي على نص القطر بتاع الدي 100. يبقى ده اضربها في 40 قسمة 100 طلع لي الالفا دي 3927 غاد على السكن تربيع. ارجع بقى اعوض هنا، ده انت عايز تجيب الاوميجا دي، الاوميجا الابتدائية بتاعتها بصفر، وهم اخد الالفا دي بتاعتها اللي هي 3927 في الطايم اللي هو 3، يعني تنضرب في 3 هيطلع لي السرعة بتاعتها 11.78، 11.78 ديت غاد على السكن. طيب نتأكد من الحل، 11.78 مظبوط مظبوط. نشوف اللي بعدها، اللي بعدها ننقلها قدام برضك الترس المقلوب دوت، قصدي الترس المقلوب الحزام او السير المقلوب ده هتشوفه برضه في ماشين تو ان شاء الله. في تانية؟ لا خلاص تعال نشوفها هنا اخر واحدة ديت، اخر واحدة. طيب هنا بيقول لي بقى جايب لي المنظر جانبي ومن فوق عشان تعرف ان ايه، ان السير ده بس بيغير الاتجاه. يعني ايه بيغير الاتجاه؟ يعني لما يكون كده كده فديت ده بيلف كده، ده يتلف معاه في نفس الاتجاه، انما هنا الاتجاه يبقى متعاكس، فهو عاملها كروس عشان يعكس الاتجاه اتجاه الدوران. ماشي. هو بقى بيقول لي نوت ايه بقى السؤال، بيقول لي الحزام دوت twisted is twisted so that ان البولي بي rotated in opposite direction to that drive to that of drive الويل A. يعني هي بتسحب لي البكرة A بس A هي بتمشي في عكس الاتجاه، ما علينا مش هتفرق في حاجة. فبقول لو كان الانجولار displacement بتاع الA الA بتاع الايه قيمته اهي 5 تي تكعيب زائد 10 تي تربيع، عايزين نجيب الانجولار فيلوسيتي والانجولار اكسلريشن، احنا عايزين نجيب الاوميجا بتاع البي والالفا بتاع البي لما التايم يساوي 3 ثانيه. طب دي كانت كام بقى اللي هي الاوميجا والالفا ديت؟ طيب برضك هنعمل ايه السيتا ديت، سيتا ايه طلع منها الاوميجا والالفا الاول لمين؟ للبولي A. يبقى نتكلم اهو فوق البولي، البولي A هو مسميها ويل، خلاص نكتبها ويل. بالنسبه للويل A هو مديك السيتا، فجاه اشتقها تطلع لي الاوميجا، يبقى اول اشتقاق اهو دي سيتا باي دي تي ده يطلع اوميجا، فما اجي اشتق يطلع لي 15 تي تربيع زائد 20 تي. طيب هات كمان الالفا، هي عباره عن اشتقاق الاوميجا بالنسبه لدي تي، اما اشتق تطلع لي 30 تي زائد 20. تمام كده. طيب عايز انت بقى تجيب بقى الايه الثانيه بالظبط، هو برضك هاخد نقطه مشتركه ما بينهم، هاخد نقطه مشتركه ما بينهم. الاوميجا اللي انت جبتها دي بتاع مين؟ بتاع الايه، والالفا دي بتاع الايه، مش هعوض
ده انا هاخدها كمجهوله وبعوض في الجهه الثانيه. يعني لما اروح عند البي برضك، لو انت خدت نقطه هنا ونقطه هنا، فانت تلاقي النقطتين زي بعض، سمي ديت بي وسمي ديت كيو، السرعات بتاعتهم زي بعض، ما بيمشي كده، والتانجنشن بتاعهم برضك زي بعض. يبقى انا اقسم الصفحه اتنين اهو، اهو حكه شويه اهو، اقول كده ده الفي بي هي نفسها الفي كيو، لكن الفي بي هي عباره عن اوميجا اي في الار اي، وده عباره عن الاوميجا بي في الار بي. اجيب الاوميجا بي، يبقى الاوميجا بي الار اي مديهولي 200، اقسمه على الار بي 125، واضرب فيه الاوميجا اي اللي هي 15 تي تربيع زائد 20 تي. 200 قسمة 125 تطلع لي 8 على 5، 8 على 5 هذا الأوميجا بي، 8 على 5 اضرب بقى اهو 8 على 5 في 15 تي تربيع زائد 8 على 5 في 20 تي كده. يبقى تبقى أوميجا بي على 5 في 1 على 5 في 3 بيطلع لي 24 تي تربيع، ديت في 4 زائد 32 تي. انت عايز عند التايم كام؟ قال انا عايز عند تايم 3 ثانية، اهو معوض التايم يساوي 3. يبقى هنا احط كده اوميجا بي 24 احط 3 تربيع زائد 32 3 كده، احط 24 في 9 زائد 32 في 3 يطلع لي الأوميجا بي، الأوميجا بي اللي هو بيلف بي. طيب نتأكد من الناتج، أيوه مظبوط، يبقى الأوميجا بي طالع 312 غاد على السكن. ارجع تاني اقول له ده الاي تي للنقطه بي هي نفسها الاي تي للنقطه كيو. الاي تي ديت هي الالفا اي في الار اي، وديت الالفا بي في الار بي. انا عايز اجيب الالفا بي برضك الار اي اللي هو 200 على 125، الالفا عندك 30 تي اللي هي الالفا اي، 30 تي في زائد 20 يبقى الالفا بي قدر 8 على 5، 8 على 5 هو وزعها زائد 8 على 5 في 20 تطلع لي على 5 بقى 6، 6 بقى 48 تي، وبعدين هنا 4 هنا زائد 32. اذا انت عايز تجيب الالفا بي لما التايم يساوي 3 هنحط 48 في 3 زائد 32، هاخد 48 في 3 زائد 32 تطلع لي 176 غاد على السكن تربيع. ده كده ليكتشر كام؟ ليكتشر 9. هناخد بقى ليكتشر 19، هناخد 20 مع 21 لان هم موضوع واحد، موضوع واحد. حتى 20 و21 برضك اللي هو الانستنتنيوس سنتر ده. طيب نبتدي ناخد 20 مع 21 ان شاء الله.